أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم
وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. قاری زاہد مسعود صاحب، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب فرمائے. عمر کا تقاضا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری آواز، کتنا حسن انداز ہے جسے اللہ نے نوازا ہے. ورنہ اس عمر کے ہمارے علاقے کے احاطے کے بابے گلیوں میں چارپائی بچھائی ہوتی انہوں نے. استاد محترم حضرت مولانا عبد القدوس قارن صاحب دامت فیوز ہم تشریف لا چکے ہیں، ابھی وہ ایک آدھ منٹ میں آنے والے ہیں.
آپ حضرات